مش هاخد نيشان ولا هفرح لما يضيع مستقبلك وتخش السجن. عشان كده الافضل انك تقولي ايه اللي حصل بالظبط. هو حضرتك بتتكلم عن ايه يا دكتور؟ انا مش واخده بالي من حاجه. كده بنسوق في العوق، وفي الحاله دي انا هخلي البوليس هو اللي يستجوبك بمعرفته. تختاري ايه؟ تجيبي من الاخر وتقولي ايه اللي حصل ولا بلغ؟ تبلغ عن ايه بالظبط؟ لا ده انت مصرة بقى. عموما انا نصحتك بما فيه الكفاية، ما تلوميش الا نفسك. انت سيئة في الهبل والاستعباط وعاملة فيها نصحة. النيابة هي اللي تحقق معاك وتشوف مين اللي صلتك تعملي كده، حتى لو كان ده ابني. ابن حضرتك ماله يا فندم؟ ابن حضرتي مش هيفيدك بحاجة. وقت ما الفاس تقع في الراس هيشيل ايده وانت اللي هتلبسيها. عشان كده من مصلحتك انك تقولي مين اللي طلب منك انك تدي الحقنة. حقنة؟ ليه؟ هو انا اصلا بعرف ادي حقن؟ مين اللي قال لحضرتك المعلومة دي يا فندم؟ اللي قالت لي واحدة ما بتكدبش. هو حضرتك مش فيه كاميرات في كل حتة هنا في المستشفى وحضرتك تقدر ترجعها وتتأكد من المعلومة دي؟ فيها كاميرات بس تم تعطيلها بفعل فاعل زي ما حصل يوم وليد. لا يا دكتور، انت كده بتظلمني. مش معنى ان في مشاكل بينك وبين الدكتور ياسر وبحضرتك عايز تحملها لي انا. اخرسي وما تعليش صوتي خالص. عموما في كل الاحوال انت مالكيش عيش هنا. اللي تشوفه يا دكتور. استني عندك. انت فاهمه انك هتخرجي من هنا تروحي على بيتك؟ لا، في نيابه وتحقيق وبيتحملي بقى النتيجه، انت واللي طلب منك ده. في بلاغ هيتقدم للنيابة بالأنبول اللي حضرتك اديته لها. الأنبول ده لقيناه في باسكت الزبالة اللي في مكتب الدكتور ياسر. ما هو المجرم لازم يسيب دليل وراه. فهمت يا شطرة؟ هو حضرتك عايز تحبس ابنك يا دكتور؟